كلكم حبابي، فضلكم انا اليوم باقا معاكم. ما تنساونيش انا باش تجاريكم. ما تنساوناش ربي غادي يجازيكم. ابتسامتنا غتستمر بيكم. شكرا ما غتكفيش في حقكم، الله هو اللي غيجازيكم. الدم حاجه مهمه تعتقش الارواح، رجع عليها البسمه شبيهه بالجراح. ردك معانا نعاون المحتاجين، لا وين راه امانه من دابا اليوم. الدم حاجه مهمه تعتقش الارواح، رجع ليها البسمة شفيها من الجراح. يدك معانا نعون المحتاجين، لا وين راه أمانة من باب اليوم. هاجي 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 قلبك كبير غير عنده أجر كبير، وخي بالك عادي قادر تنتهي. أجي لا ما تخمم، خلي قلبك ديما كبير، عمر ما غادي تندم. سلوك صغر منك وعنده أجر كبير، وخي بالك عادي. أولا وقبل كل شيء أود أن أحمد الله وأشكره على هذه الساعة المباركة، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الخير، الحمد لله الذي هدانا لهذا الخير، الحمد لله الذي هدانا لهذا الخير. أولا وقبل كل شيء أشكر هذه الجمعية التي ساهمت وقامت بهذا المجهود الجبار الذي هو في قبل كل شيء هو عمل خيري جيد شريف، ساهم فيه جميع من تطوع من الإخوة والأخوات لفعل الخير الذي هو لصالح جميع مرضانا وجميع المحتاجين إليه. وهذه المبادرة طيبة وبادرة الخير، نتمنى أن تتواصل في كل وقت وحين. بالحب والسلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة عيد المرأة كنتبرعوا في دار الربيع، حنا خدامين هنا، كنتبرع هذه الخمسة من مرة، هذه الدنيا هانية، كنتبرعوا في سبيل الله. إيوا ونطلبوا ربي يعاونوا به خوتنا المسلمين، وهادشي اللي كنتمناو من الله، كل شيء يتبرع وكل شيء يكون سهل، الدنيا سهله كل شيء فايت. بمناسبه اليوم العالمي للمراه عادي كل شيء كنتمناو كاع المراه تكون سعيده. كنحس اليوم انني سعيده حيت كنتبرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد الواحد قنديل، رئيس قسم بنك الدم بالمستشفى الحسني بالناظور. اليوم عندنا حملة للتبرع بالدم بدار البر للطالبات بزيو. هذه الحملة هذه اللي كتندرج في إطار اليوم العالمي للمرأة، واللي تنظمها دار البر هنا في زيو بالتنسيق مع جمعية المتبرعين بالدم بالناظور تحت إشراف تقني لبنك الدم بالناظور. بهذه المناسبة أهنئ جميع نساء المنطقة، نساء زيو، نساء الناظور، نساء المغربيات بعيدهن الأممي. هذه الحملة كتدوز في ظروف جد جيدة، إقبال مهم من طرف النساء خصوصاً في هذا اليوم. في هذه المناسبة هذه أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية، وأتمنى أن تكون باستمرار، وكذلك
ووجه نداء عن طريق موقعكم من أجل نداء للتبرع بالدم بصفة منتظمة. لا يمكن في الأخير لا يمكن أن تكون لدينا ثقافة للتبرع بالدم بدون مواكبة إعلامية. هذا مناسبة أشكر جزيل الشكر موقعكم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الأيام الثقافية الفنية والرياضية المفتوحة التي اعتادت عليها دار البير، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قررنا أننا نديروا هذه الحملة ديال التبرع بالدم، وهذه المرة الخامسة، وهي كانت ندار هنا في زيو، لأن النساء ديال زيو احتلنا المرتبة الأولى إقليميا. هذه 4 سنوات كان أكبر عدد ديال التبرع بالدم كان هنا في النساء ديال زيو. ومن هذا المنبر أحيي جميع نساء العالم ونساء المغرب، وخاصة النساء ديال زيو، على روح التضامن والتآخي اللي كيمتازوا بها. فهن سباقات أي نداء كان، سواء عمل خيري رياضي ثقافي، فهن الأوائل. إذن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أتمنى لجميع نساء العالم السعادة والرفاهية. وأنا كنقول بأن المرأة، ماشي كنقول ما وصلت شي حاجة، المرأة أي ميدان ولجاتو، والمرأة كخص غير اللي كيدفع بها وخص غير اللي يساندها. كنشوفوا غير حنا هنا في زيو، المرأة دائما غير كتعيط لها، كتمد اليد، كتكون سباقة. إذن تحية كبيرة للنساء ديال زيو ونساء العالم كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا المنبر نقدم خالص تشكراتنا لجمعية المتبرعين بالدم لإقليم الناظور والدريوش على هذه المبادرة التي تتزامن وعيد المرأة، ونحيي خالصا جميع الطاقم المرافق في هذا يعني في هذه الحملة، من أطباء وممرضين ومساعدين وكل من ساهم، ودار البر التي أيضا متمثلة في شخصية رئيستها الأستاذة أمينة المراني، التي لا تدخر جهدا في يعني في الإشراف على مثل هذه المبادرات. وهذا النوع من المبادرات اللي حقيقة تدخل البسمة إلى قلوب يعني الإنسان برمته، دائما وأبدا نشجعها ونثمنها، ونشجع الجميع الفاعلين في هذا المجال. وقطرة من دم ربما ستنقذ يعني روحا التي هي عزيزة وغالية عند الله سبحانه وتعالى. إذن هنيئا للمرأة، مرأة في مدينة زيو التي دائما ودوما وأبدا يعني تعبر عن رغبتها الكبيرة في التبرع بالدم. لعل أن مدينة زيو قد حققت منذ أن تم تنظيم مثل هذه الحملات في مدينة زيو، ربما كانت أول حملة بدار القرآن، كانت حملات ناجحة بكل المقاييس. ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وشكرا لموقع زيو سيتي الذي لا يدخر جهدا في تغطية مثل هذه الحملات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كانت واحد المبادرة طيبة، جينا نديرو نتبرعوا بالدم، وكنعتبروها صدقة جارية كينتفعوا بها الآخرين، وهذا الشيء اللي كان. بالنسبة لليوم العربي، اليوم العالمي للمرأة، خصنا نقدروا بالمرأة ونفتخروا بالمرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع. وكيقول لك واحد المثل، المرأة هي الوجه الثاني للقمر، ولكن المرأة هي القمر ذاتها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتخليدا للذكرى 4 لانطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتبرعه بدمه الشريف، نظمت الجمعية الخيرية الإسلامية دار البر للطالبات بزيو بتنسيق مع جمعية منطقة المبادرات النسوية بزيو، بتنسيق مع جمعية المتبرعين بالدم بالناظور وجمعية ومندوبية الصحة وقسم بنك الدم بالناظور، حملة للتبرع بالدم تحت شعار نقطة دمك تنقذ حياة.
وبهذه المناسبة أهدي للمرأة المناضلة في جميع أنحاء العالم تحية إجلال وتقدير، وتحية أيضا للرجل أيضا في عيد المرأة 8 مارس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بهذه المناسبة ديال التبرع بالدم، هدية من القلب إلى القلب، واللي قامت بها الجمعية الخيرية لدار البير مع الاخوان ديال اللي كي ياخذوا الدم. احنا بهذه المناسبة لبينا الطلب ديال هذا النداء وجينا باش نساهموا حتى احنا الاخوان الامراض وهذيك، بس حتى احنا غادي نحتاجوا واحد النهار هذا الدم. ولهذا تقريبا الملحقة الثانية بالإدارة ديالنا بادرت بهذه المناسبة مجموعة من الأعوان السلطة اللي جاوا حتى هما عطاو الدم، بعض الموظفين، وكنقول بالنسبة بهذه المناسبة لجميع الإخوان يبقاو يجيو يساهموا ويعطيو، لأن كل واحد فينا محتاج لهذا الدم، لأن غادي يوقع له حادثة أو لأي واحد فينا غادي يوقع له مرض ولا غادي يحتاج الدم. ولهذا كنقول بهذه المناسبة للإخوان كاملين ديال الساكنة ديال زيو أو لا غير زيو اللي كيشوفونا على هذه المناسبة، كنقول لهم زعما يساهموا فيما كانت شي مبادرة يبادروا بهذه القضية، لأن هذه هي المساعدة اللي كتشوفوها مهمة. وشكرا، وكنقول الإخوان اللي ساهموا بهذه المبادرة شكرا، واللي قاموا بهذه المبادرة شكرا جزيلا للجميع، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم جينا باش نتبرعوا بهذا بالدم في إطار هذا اليوم اللي كيصادف اليوم العالمي للمرأة، ألا وهو 8 مارس، ولذلك جينا نتبرعوا بالدم على أساس أننا نديو الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ونقدروا نكونوا سبب بإنقاذ روح شخص ما، لذلك اليوم جينا نتبرعوا بالدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. في البداية نشكر الجميع المتدخلين في هذه البادرة الطيبة، البادرة التي يعني من خلالها يعني يساهم المواطن في قطرة دمه، وهذه القطرة يعني قطرة على قطرة يعني كتساوي يعني واحد النصيب كبير ديال الدم، وهذا الدم به كننقذوا حياة يعني فئة يعني متضررة، يعني كتحتاج الدم حوادث سير أو زور المرض أو يعني يحتاج لهذه القطره ديال الدم يعني لو يلقاها موجوده. لذلك كندعو جميع الساكنه ديال مدينه زيو والمناطق المجاوره وكذلك جميع المواطنين من خلال المحترف يعني يبادروا باش يتبرعوا بالدم، لان الدين الاسلامي ديالنا يحث على التضامن، يحث على التكافل، يحث على يعني مساعده الغير. يعني الدم راه اغلى شيء ما يملكه الانسان، اغلى شيء ما يملكه الانسان، اذا اعطى هذه القطره ديال الدم يعني راه عطى الحياه ديالو لشخص اخر كينقذ بها الحياه ديالو. لذلك كنشكر جميع المتدخلين في هذه العمليه هذه، رئيسه جمعيه دار البير، الناس المتطوعين الذين اتوا من مدينه الناظور والدريوش، نشكرهم جميعا، نشكر الطاقم الطبي، نشكر السلطات المحليه، نشكر جميع المتدخلين في هذه البادره هذه، انها بادره طيبه الحمد لله. اما فيما يخص احتفال باليوم العالمي للمرأة، يعني مناسبة يعني المرأة مكرمة، كرمها الإسلام منذ 14 قرنا، لا يحتاج أن القوانين الوضعية تكرمها، ولكن كرمها الإسلام من قبل 14 سنة، لذلك فهي تستحق منا جميع التقدير على المجهودات التي تقوم بها في بناء الأسرة وتكوين الأسرة وتكوين الأجيال الجيل. فعيدها عيد سعيد، ونحن مع المجتمع الكامل. شكرا.